نحن نواجه طبعا مأساة كبيرة وهو الخطر كبير، التهديد كبير بعد ما رأيناه خلال الأيام الماضية وحتى خلال السنوات الماضية. نحن نواجه مجموعة داعش التي أعلنت الحرب علينا، وعلينا أن نشن هذه الحرب بكل الوسائل طبعا باحترام القانون، وهذا ما يجعلنا ديمقراطيين. ما يريد الإرهابيون فعله هو تقسيمنا، واليوم بعد موت هذا الكاهن فإنني أوجه نداء لكل الكاثوليك هنا في فرنسا، أود أن أظهر لهم دعمي في هذا المساء. طبعا سأقابل أسقف نورماندي والذي سيسهر على أن يتواصل مع الشعب. غدا سألاقي كل ممثلي الأديان، لأننا يجب أن نكون معا. الكاثوليك هم الذين ضربوا، الكاثوليك كلهم، ولكن الفرنسيون أيضا هم الذين قد ضربوا. لذلك علينا أن نكون متناغمين ونكون متحدين كجزء واحد حتى لا يتمكن أي أحد من ضربنا. طبعا القضاء كلف بهذه القضية في إطار الأعمال الإرهابية، وثم ستظهر نتائج التحقيق. واليوم علينا أن ندرك بأن الإرهابيين طبعا لن يتخلوا عن هجماتهم ما لم نوقفهم. هذه إرادتنا وهذا ما سنفعله دائما وبدون كلل، وهذا ما أقمناه من خلال القوانين والوسائل ومن خلال نشر قوات الأمن. الفرنسيون يجب أن يعلموا بأنهم مهددون وأنهم ليسوا البلد الوحيد، ألمانيا أيضا، ولكن قوتنا تأتي من تناغمنا. شكرا.